نرحب بحضراتكم في الفقره الاخيره، وزي ما نوهنا هنتكلم فيها اكيد على المباراه النهارده. مباراه زي ما الجميع بيتحدث هي مش مباراه سهله، يعني سيمبا التنزاني زي ما برضو شرح بعض النقاد الرياضيين كره بتاعته محيره شويه. هل انت يعني فريق عندك تنظيم ولا فريق بتلعب بشكل عشوائي؟ هل انت قوي ام مشتت؟ خلينا نعرف كل ده واجواء اللعب مع الناقد الرياضي كريم سعيد رئيس تحرير موقع يلا كوره، وعندنا اسئله كتيره جدا اكيد حابين ان احنا نعرف اجابات منك. بقى صباح الفل عليك. صباح الخير يا نوان، صباح الخير يا كريم، وصباح الخير لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. سعداء بوجودك معانا، ودايما بنسعد وبنستمتع وبنستفيد من كلامك المهندم المنمق اللي بيحمل طبعا فكر موضوعي جدا ومتزن الحقيقه. شكرا جزيلا. عايزين نعرف كده منك في البدايه تخيلك لخط سير المباراه هيكون عامل ازاي؟ هل الاهلي هيبتدي بالهجوم؟ هل سيمبا هيبتدي بالهجوم؟ هل هيدافع ويعتمد على الهجمات المرتده؟ رؤيتك كده ايه؟ شوف كريم، طبعا احنا اكيد من شهر تقريبا اتنين اللي فات، يعني السنه اللي فاتت، فكره انك تلعب مباراه بحضور جماهيري يقترب من 30,000 متفرج ده امر استثنائي، يعني سواء في مصر او في العالم. احنا طبعا خدنا على الامر ده من 2012، بقى لنا حوالي دلوقتي داخلين على السنه التاسعه اهو بنلعب تقريبا يعني شبه بدون جماهير. وبالتالي العالم دخل في نفس التراك ده لما جت طبعا جائحه كورونا. فحده ان احنا بكره النهارده طبعا هنلعب يعني وسط 30,000 متفرج، دي عمليه انا بشوفها عمليه فيها مخاطره. مخاطره ليه؟ لان نفسيا اللعيبه لما تخليهم فتره بيلعبوا في سكون تام وفي هدوء تام وفجاه تحطهم تحت ضغط 30,000 متفرج، ساعات بتعمل انبالانس للرياضي بشكل عام. ده وال 30,000 بيشجعوا الفريق المنافس طبعًا، مش متوزعين طبعًا علينا احنا الاثنين. وضيف على كده ان ال 30,000 متفرج دول لحد ما جاي لك متحفزين جدا، جايين متحفزين. ان طبعا احنا شفنا اتكلمنا على نقطه السوشيال ميديا والحرب النفسيه اللي كانت والتصريحات موجوده، والتصريحات يعني اللي مسؤولي سيمبا بيحاولوا يعملوها. طبعا سيمبا طبعا سبق له ان هو فاز على النادي الاهلي في 2019 لما كان مارتن لاسارتي هو المدير الفني 1-0 في مباراه كان النادي الاهلي هو الاقرب فيها للفوز، مش هقول له حتى للتعادل. النادي الاهلي في المباراه دي ساعتها ضيع كم هائل من الفرص، والدليل حتى على كلام النادي الاهلي في العوده كسب بخماسيه، فالموضوع كان سهل يعني. لكن هي الفكره تعامل اللعيبه المصريين مع المباريات الخارجيه في السنوات الاخيره بيبقى في بعض الامور اعتقد النفسيه اكتر منها امور فنيه. احد النقط الاساسيه فيها الجمهور، ان يعني في عدد كبير انا بروح العب تحت ضغط شديد، فدي نقطة أتمنى يكون طبعا الجهاز الفني واخد باله منها. طيب سير المباراة هيمشي ازاي فنيا، خصوصا ان احنا بنتكلم ان الفترة الأخيرة النادي الأهلي عمل هالة من القلق عند أفريقيا كلها. بنت فين؟ بنت في ماتش المريخ. المريخ السوداني الناس ما تظنش ان احنا كسبنا 3-0 والمباراة كانت بالشكل ده ان الفريق ضعيف، لا. الفكرة النادي الأهلي باللي عمله في مونديال الأندية عمل لك هالة حواليك، دي بتخلي اي منافس وهو نازل يلعبك قلقان منك كاشف. فبالتالي بيبقى حذر جدا 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 جدا. المريخ السوداني فعلا طبق الحته دي وداس فيها. فالنادي الاهلي في اول خمس دقائق لما بدا ينقل الكوره في نص ملعب المريخ بسرعه وبيطلع بالهجمه، خلاص لعيبه المريخ خافوا، عرفوا ان هم الوقفه بتاعتهم والزون ديفنس اللي عاملينه مش جايب نتيجه. فبالتالي بدا الفريق يفرك من البدايه، وقدر النادي الاهلي يعني احنا بنتكلم في مباراه خلصت 3-0 لكن كم هائل من الفرص. اعتقد ساعتها اقتربنا من 24 محاوله على مرمى نادي المريخ. فبالتالي بشوف نادي سيمبا، سيبنا بقى من الكلام اللي قبل المباراه ده، وانس ان احنا دخلنا في المباراه لازم احنا ناخد المبادره، مهم جدا لينا ناخد المبادره عشان نستمر في استغلال الحاله اللي احنا عاملينها. وضيف على كده اكيد ان اعتقد بيتسو موسيماني ربما يغير في طريقه اللعب وفي التشكيل النهارده، يعني مش 4-2-3-1 زي ما احنا متعودين. لا ما اعتقدش، لا ما اعتقدش، لا اعتقد ان هو يبقى اقرب، هيحول الطريقه ل 4-3-2-1 ويعتمد على الشق البدني واللعيبه اللي عندها قوه بدنيه اكتر من اللعيبه اللي عندها مهاره او سرعه. ليه؟ فريق سيمبا التنزاني بيلعب 4-2-3-1، فرقه سريعه، فرقه قويه جدا، وكمان في حماس طبعا. فالحماس ده فعلا انت عايز توقفه ان يبقى الكوره دايما معاك. فمهم جدا اعتقد لو شفنا ديانج واكرم توفيق وحمدي فتحي من البدايه وعمرو السوليه على الدكه ما نستغربش، ده امر طبيعي جدا جدا من بيتسو موسيماني انه عايز ثلاثه في خط الوسط الورك ريت بتاعهم
جري 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 عشان اقدر احافظ على الاستحواذ عندي في نص الملعب. كويس. طب لو اتكلمنا كريم عن سيمبا وفي دوري الابطال حاليا، احنا بنتكلم ان هو لعب 5 مباريات، فاز في 3، تعادل في 1، وتهزم في 1. فنقاط ضعف هذا الفريق ايه عشان نبدا كده يعني حارثنا؟ شوفي طبعا سيمبا واضح جدا جدا من طريقه لعبه، واضحه جدا ومباشره 4-2-3-1. معظم العالم النهارده بيلعب 4-2-3-1 وبيطبق الهاي لاين بتاعه من نص ملعبه، يعني الفريق ولا هو بيلعب على الاوفسايد تراب من نص الملعب زي الفرق اللي بتحب يعني تسترجع الكوره بسرعه، ولا بيقف في الزون ديفنس مثلا زي طريقه الكابتن طارق العشري الشهيره في مصر. وبالتالي الفرقه فعلا السنه دي عندهم مجموعة من اللعيبة المميزة، وعندهم مدير فني دي جوميز، مدير فني واضح ان هو جيد جدا وبيقدر يعني يحرك اللعيبة بشكل جيد. كسبوا فيتا كلوب في الكونغو في بخلاف طبعا هو ما كسبوا فعلا بركلة جزاء، انما الفريق فعلا كان مقدم مباراة جيدة سواء على الشق الدفاعي او الشق الهجومي، وعملوا هجمات كتيرة على فيتا كلوب في ارض ملعبهم. طبعا وضعا في الاعتبار المباراة اتلعبت يعني بدون حضور جماهيري كبير، يعني كان فيها حوالي 1000 او 2000 في ملعب يسع حوالي 60000 او 70000، فبالتالي العدد الحاضر ده لا يذكر. وبالتالي سيمبا انا في وجهة نظري النهارده مش هيغير في طريقة اللعب، ما عندوش رفاهية ان هو يغير طريقة اللعب، ما عندوش رفاهية ان هو يبدل في لعبته زي النادي الاهلي، ان هو ما عندوش سكواد كبيره. وبالتالي تاني برجع للحته، اتمنى فعلا ان الجهاز الفني يبقى شايفها بشكل جيد جدا. المبادره النهارده في اللعب والضغط من اول دقيقه لينا احنا في ملعب في جمهور كبير وفي لعيبه متحمسه جدا جدا للفريق اللي واخد برونزيه المونديال والفريق المرشح للعشره والفريق اللي هو حاليا خلاص يعني افريقيا فعلا النهارده يعني حدث ولا حرج، ما عندهاش سيره غير النادي الاهلي. حتى جروبات الواتساب اللي احنا فيها مع الصحفيين يعني اخواتنا الافارقه كلهم بيتكلموا على النادي الاهلي بشكل يعني كبير جدا، كانه بيتكلم على ريال مدريد او بيتكلم على بايرن ميونخ. ليه؟ النادي الاهلي حاليا في افريقيا واخد حاله، وبالتالي دي احد النقط اللي ممكن انت تستغليها لكسر الجمود او حاله الضغط اللي بيحاول المنافس ان هو يعمل. جميل. طيب احنا برضو من ضمن النقاط اللي اتكررت كتير اخر كام يوم، فكرة ان برضو من ضمن العناصر السلبية او الحاجات اللي ممكن تعرق مهمة النادي الاهلي فكرة درجة الحرارة ودرجة الرطوبة العالية قوي والتوقيت اللي هيتلعب فيه المباراة. فكنت عايز اسألك، هل فكرة الذهاب المبكر الى هناك وقبلناها بكذا يوم، هل الكام يوم دول كافيين لتأقلم اللاعبين مع هذه الاجواء ولا لا؟ ده السؤال، لكن الاجابه بعد فاصل. الله عليك، نطلع فاصل. الاهلي وسيمبا التنزاني النهارده الساعه 3 ان شاء الله يكون الفوز في النهايه اهلاوي. خلينا نكمل حديثنا ونرجع معاك يا كريم للنقطه كريم ما تتلخبطوني بقى لكريم اتكلم عنها، وهو كان بيسألك تغيير الجو، خصوصا مش فكرة ان احنا بنلعب في جو يعني بس مختلف شوية، لا هو في رطوبة وجو برضو صعب خلينا نقول، وكمان توقيت المباراة يعني 3 بتوقيتهم 2، فبرضو اختيار الى حد ما يمكن فرض علينا كلنا، بس هو برضو مش افضل التوقيتات. فهل ده يؤثر؟ طبعا في بعض الاحيان بيؤثر، ولازم يكون في يعني ايه فايت باك، لازم يكون في معالجه من الجهاز الفني. ليه؟ اخطر حاجه ممكن اي رياضي يلعب فيها هي الرطوبه، يعني الحراره العاليه ربما ساعات بنتعود عليها مفيش مشكله، لكن المشكله في الرطوبه. الرطوبه بالنسبه لنا احنا بتعمل لنا فعلا ازمه، عشان فقدان كتير من الميه في الجسم والسوائل، وبالتالي المجهود البدني بيبدا المردود بيبدا يقل بمرور الوقت، الاكسجين نفسه بيقل طبعا. وبالتالي ده اضيف عليه طبعا حته كمان اختيار توقيت الساعه 3، وطبعا احنا لينا تجربه في موضوع الساعه 3 ده كبير جدا، لما كان بيتسو موسيماني هو المدير الفني لسان داونز، وكان دايما يتعمد ان هو يلاعب النادي الاهلي الساعه 3. ليه؟ ببساطه عشان نشرحها للساده المشاهدين، هو ببساطه الساعه البيولوجيه بتاعه الرياضي بتبقى متثبته على فترات طويله. بمعنى ايه؟ احنا هنا في مصر بقالنا سنين بنلعب النادي الاهلي بيلعب مبارياته معظم مبارياته للساعه 5 للساعة 7:30 أو 8، فبالتالي أنت بتطلع كم المجهود بتاعك أو جسمك اتعود إنه يطلع كم المجهود الكبير اللي بيتلعب في المباريات ده في النصف الثاني من اليوم، خلاص أنت اتعودت. وبالتالي في اليوم ده لو أنت هتلعب الساعة 5 أو هتلعب الساعة 7:30 أكيد
انت مش هتقوم من النوم الا مثلا الساعه 11 الساعه 12 تفطر تاخد وجبه واحده وبعد كده تاخد لك بقى شويه مشروبات خفيفه حاجات كده قبل المباراه. لكن لما اخلي لك المباراه الساعه 3 هنبدا كده اليوم من بدري جدا. ليه؟ انت كده هتبقى مجبر انك تقوم من النوم حوالي الساعه 8 او 9 عشان تاخد وجبه الفطار بتاعتك وتاخد اي مشروب وبعد كده تروح تعمل الاحماءات قبل المباراه. فهنا انا برحل اليوم بتاعك. فهو ده سبب بعض الانديه الافريقيه ليه بيحبوا يلعبوا النادي الاهلي الساعه 3 وهم اللي بيحددوا. طبعا هو الاتحاد الافريقي بيديك اوبشنز 3 او 6 او 9 دي مواعيد محدده بس وضعا في الاعتبار طبعا ان الشركه الرايه عندها تدخل في بعض الاوقات عشان اختيار القناه النقله للمباريات عشان ما يبقاش في ماتشين يعني في ذات القوه بيتلعبوا في نفس الوقت. يعني ما ينفعش مثلا نلاقي ماتش الاهلي والترجي بيتلعبوا في نفس الوقت هنا القناه النقله هتخسر الناس كلها هتبقى عايزه تتفرج على الماتشين فلما يتلعبوا في نفس الوقت فساعات بيبقى في تدخل. ولكن اكيد للنادي بيحدد قبلها بفتره انا عايز الساعه كذا. وبالتالي نقطه مهمه جدا حته ان احنا سافرنا بدري. وفي نقطه مهمه قوي 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 الجهاز الفني عملها وشفتها في الصور. الجهاز الفني في اليومين الاخرين بدا يعمل بعض الفترات التدريبيه بدون ما اللعيبه تشرب ميه. والرياضيين ممكن اللي بيحبوا يروحوا الجيم او بيلعبوا سباحه على وجه التحديد ممكن يفهموا الكلام ده بشكل اكبر. ليه؟ انت ممكن تاخد مثلا في السباحه، مثلا لو انت مثلا بتعوم فري ستايل مثلا فلو عملت نص ساعه من غير ما تشرب بق ميه واحد هتلاقي ادائك بدا يزيد بس عايز تستحمل لان السباحه طبعا نص ساعه دي فتره بتخلي جسمك يحتاج ميه. يعني مش معنى انك بتعوم في ميه فانت مش بتعطش، لا انت بتعطش جامد جدا. فلو انت استحملت نص الساعه دي بدون ما تشرب اي بق ميه حتى لو بسيط جسمك بيبدا يعتاد ان انت تقدر تتحمل وزياده التحمل عندك بيزيد. نبدا بقى نزود نص ساعه تبقى ساعه والساعه تبقى ساعه ونص والجيم برضه. بس طبعا الجيم بيبقى امر صعب جدا ان دي لعبه خارج الميه لعبه هوائيه فتبقى صعبه شويه. الكوره نفس الامر عشان تزود التحمل بتاعك. هم انا شفت اخر الاخبار اللي جايه من تنزانيا ان النادي الاهلي واللعيبه خاضوا بعض الفترات التدريبيه من غير ما يحصلوا على ميه خالص. طيب خليني بقى اروح معاك كده ونحلل شويه سيمبا التنزاني. احنا عارفين كلنا ان هو عنده لاعبين وفي واحد منهم كمان لو هنتكلم تحديدا عن كلاوس تشاما رقم 17 لاعب خطر جدا، لاعب قوي جدا ويمكن الفريق بيعتمد عليه بشكل كبير. عندنا برضو لاري بواليا، ناس كتير كانت فاكراه على فكره اخ والتر بواليا بس ما لهمش دعوه ببعض. لاري بواليا رقم 7 تقريبا برضو لاعب قوي جدا. فخلينا نعرف كده انت راسم او وجهه نظرك ازاي ممكن يكون الشكل على الارض وازاي يعني احنا من ناحيتنا بقى ازاي ممكن او مين اللاعب اللي ممكن يكون بيركز على تحديدا هنا بنتكلم على كلاوس تشاما لان هو زي ما بيقول الكي بلاير بتاعه. وطبعا لو بنتكلم على الهجوم بتاع سيمبا في وجهه نظري الشخصيه هو ثلاثي الخطير اللي عندهم او اهم ثلاث لعيبه اللي بيبني عليهم دايما الهجمات. بنتكلم على بواليا بلاي ميكر وتشاما الرايت وينج ومجالو راس الحربة. ده رقم 8 بتهيألي بقى اللي هو جاب الهدف في فيدا كلوب. فالتلاتة دول أنا في وجهة نظري هما اللي بتتحط عليهم البلان كلها. تشاما إيه مشكلته أو إيه الخطورة اللي ممكن يسببها لنا؟ إن هو ما بياخدش الطرف أو يعني ما بيلعب ما بيعملش ستريتش اللاين، دايما بيخش العمق لأن هو أوريدي لعيب عنده مهارات كبيره وبالتالي واضح ان هو بيلعب وينج وبيلعب كمان بالزبط. ممكن يلعب بلاي ميكر او صانع العاب. وبالتالي هنا اصعب لاعب بيبقى وينج هو اللاعب اللي بيخش العمق ده دايما صعب. اللعيب اللي بيمشي دايما بيتحط على الطرف بيبقى سهل جدا جدا المراقبه بتاعته لان الليفت باك او قصدي الرايت باك او اللي بيلعب قدامه هيبدا يقفل عليه ويخليه بس مجبر يعمل حاجتين، لا يرمي الكروس لا يرجع بالكره لورا. لكن اللي بيخش يخترق العمق ده عندك كذا ازمه معاه. ليه؟ ممكن يخش لو هو بيعرف يشوط هيعرف يشوط ارتو، يعرف يشوط بالرجل العكسيه ده امر خطر، يعرف يعمل ثرو باس ده امر خطر، يعرف يرقص ويخش ياخد ضربه جزاء ده امر خطر. فدايما الوينجر اللي بيخش على عمق الملعب ده لازم يبقى عليه دايما رقابه ثنائيه. أيوة. لازم يبقى عليه دايما مين رقابة. بقى يا كريم من عندنا تتوقع؟ هي مش بنقولش مين، هي طبعا صعب جدا انك تقولي مين. لاري بواليا يقف قصاده والتر بواليا عشان تبقى العمليه في بيتها بس كده. ايوه وده تشكيل كريم زندة فاميلي يخلصوها زندة فاميلي. فعلا تفسيرة الاختراقات الافريقية عموما والهجمات المرتدة ليها تقل، يعني هم تقال
طبعا انا مش بتكلم على سيمبا، بتكلم عموما عموما طبعا بشكل جنرال. وهي برضو اجابه برضو يا كريم على الحته اللي هوام بتتكلم عليها، مين اللي يقف قدام هذا الامر. هي ببساطه في الحالات دي ما بتقدريش تحديها مان تو مان، مان تو مان دي بتبقى امر صعب جدا جدا على اللعيبه لو احنا بنتحرك في الملعب، خصوصا كمان لو احنا بنهاجم وترد علينا هجمه مرتده، هيبقى امر مستحيل جدا موضوع مان تو مان. ولكن هي الصح ان دي دايما بتخلي فيه تكليفات للفول باك ان هو دايما يبقى واخد باله وهو بيهاجم من تشاما وهو بيحاول يسرق المساحه اللي وراه. ليه؟ مثلا اذا افترضنا على الجبهه الشمال النهارده مثلا هيبقى محمود وحيد وهو الاقرب وتشاما هو اللي هيلعب قدامه. محمود وحيد شفناه في مباراه المريخ السوداني بيطير بشكل طول الوقت، وكان فعلا عنده قدرات هجوميه فعلا فاجئنا بصراحه كلنا رغم فتره الغياب الطويله. محمود وحيد فعلا اسعدنا بادائه في مباراة المريخ السوداني سواء من اختراقات او حتى من جودة الكروسات اللي عملها. لكن ماتش المريخ فعلا نادي المريخ ما كانش عاملين اي ازمة، ما كانش في حد بيستغل المساحة اللي ورا محمود وحيد. تشاما النهارده اكيد زي ما نهاوند تفضلت وقالت مهاجم خطير ولعيب خطير جدا، فاكيد هيحاول يستغل المساحة اللي ورا محمود وحيد وهو متقدم. طيب ازاي نحل دي؟ لازم الاثنين مساكين يبقى واحد منهم مرحل شوية، واحد من خط الوسط، خصوصا احنا بنتكلم النهارده في وجهه نظري الشخصيه ان بيتس موسيماني هيتخلى عن مركز البلاي ميكر في قفشه، هيتخلى عن مركز 8 في عمرو السوليه، وهيلعب باليو ديانج وهيلعب باكرم توفيق ويلعب بحمد فتحي. بنتكلم على ثلاثه ورك ريت عالي جدا. ليه بقى؟ عشان يساهم في الحته اللي حضرتك تفضلتي وقلتيها ان واحد بالثلاثه في خط الوسط يرحل شويه على الطرف فيغطي ورا محمود وحيد وهو طاير للهجوم في قدامه. الفترة اللي فاتت في أكتر من مباراة كانت برضو من ضمن الأمور اللي كانت ملفتة للنظر ومزعجة جدا إن اتكررت إن يبقى فيه ميس باس. فإلى أي درجة شايف إن دي حاجة ممكن تكون اتلحقت الفترة اللي فاتت وتمت معالجتها؟ لأن هي كانت الحقيقة كانت يعني ملفتة قوي للنظر ونتج عنها مخاطر كتير على الدفاع الاهلاوي. ممكن يكون شفناه في مونديال الانديه طبيعي ان انت بتشوف بتلعب مدارس مختلفه خالص، بتلعب بايرن ميونخ، بتلعب بالميرس، وحتى الدحيل القطري ربما يكون الاسم يعني عربي شويه، لكن الفرقه فعلا قوامها كله محترفين. بنتكلم على علي كريم ايراني وكان دودو برازيلي، كان فرقه طبعا يعني منتخب عالم، منتخب الكيني كان منتخب عالم. فبالتالي الفرق دي اكيد نسبه الميس باس ليك قدامهم هتبقى عاليه جدا. ليه؟ فرق بتضغط وفرق عندها مهاره استرداد الكره بسرعه عاليه جدا جدا، لكن قدام المريخ السوداني احنا ما كانش عندنا اي مشكله في الميس باس. ليه؟ بنلاعب فريق بيلعب زون ديفنس، فريق مفكك تماما، فريق بيحاول يطبق 4-1-4-1 قدامك، لكن مش عارف لان انت سريع جدا في التحرك. بيتس موسيماني عمل التريك بتاع قفشه واجاييه في قلب الملعب، دي اثنين بلاي ميكر كانت ممتازه جدا جدا وخدعتهم فعلا. فبالتالي النهارده قدام سيمبا الحاجة الوحيدة ممكن تخوفنا كريم من ميس باس هو الضغط الجماهير، ان الجمهور لما يزوم عليك الصوت العالي، الحاجات دي كلها ساعات بتأثر طبعا طبعا بدون شك بتأثر على الرياضي، خصوصا كمان ان انت قعدت زي ما قلت لك فترة طويلة بتلعب في استادات ساكنة، استادات ساكتة، في هدوء تام. فلما بتلعب في مباراة مرة واحدة تحت الضغط ده اكيد بتحتاج شغل من الجهاز الفني كتير ان هو يعالجها، وده هيحصل. خلينا برضو نبقى واقعيين، لا يعني لا اقصد الضغط الجماهيري على فريقنا هيحصل يعني. طبعا طبعا طبعا، فاعتقد هم ممكن يكونوا مستوعبين ده وعاملين له جاهزيه من دلوقتي، لان الموضوع ممكن يؤثر سلبا لو انتبهنا له. وعايز اقول حاجه، بس عايز افرق في نقطه خط. انا ما بتكلمش على خبره لعبتنا في مواجهه الضغط الجماهيري، احنا طبعا بنتكلم لعبه النادي الاهلي لعبه دوليه ده لا خلاف عليه، انما انا بتكلم على الظروف اللي احنا عايشينها، دي حاجه ودي حاجه. يعني الظروف اللي احنا عايشينها احنا مجبرين نلعب بدون جمهور طبعا، هنعمل ايه يعني؟ احنا ماتشاتنا بقى لها سنين طويله بدون جمهور في مصر. فبالتالي لما بنروح نلعب في مباريات فيها جمهور، وهدي مثلا لما رحنا لعبنا الوداد في الفاينل، لما لعبنا الترجي في الفاينل في رادس، الحاجات دي كلها بتاثر، الضغوط الجماهيريه دي بتاثر. ولكن احنا طبعا بنحاول نعالجها بايه؟ بنحاول نعالجها بالخبره، بنحاول نعالجها بالهدوء. ومهم جدا 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 ان الفريق مثلا ماتش الساعه 3، فهنتحرك على الاستاد مثلا ليتس سي بتوقيتهم طبعا الساعه 1، لازم لو الاحماء المدير الفني حاطط له ان اللعيبه تعمل الاحماء بتاعها الساعه 2 او 2 وربع، لازم اللعيبه تبقى في ارض الملعب 1:30. ليه؟ عشان ينزلوا يمتصوا وهم لسه بالترنجات، يعني هو ينزل من الباص ما يخش الاوضه، لا ده ينزل من الباص
على طول خش على ارض الملعب ليه؟ تمتص الضغط الجماهيري اللي انت حاطه في بالك. يعني انت رايح الملعب الضغط عاملين ازاي؟ هيعملوا معانا ايه؟ فما تاخدش الضغط ده لما تنزل تعمل احماء، لا قبل الاحماء بنص ساعه انزل حط يعني الايرفونز في ودنك وانزل اتمشى، خد لك لفه كده في التراك عادي جدا، وخد لك كام صوره وخلي الموضوع يبقى لطيف جدا، خش الاوضه غير وانزل اعمل احماء. دي كانت حركه كان بيعملها مانويل جوزيه مع النادي الاهلي، نفتكر في ماتش الصفاقسي ليه؟ كان بيخلي اللعيبه تمتص الضغط العصبي، مش وانا بلعب بقى يعني ما ضيعش وقتي لا قبليها بقى، قبليها انزل اخد الضغط ده كله وانزل الماتش وانا جاهز وفرش. طيب انا بس نقطه اخيره ومن غير حتى تحليل قوي لان الوقت بيجري يا كريم، بس حسب برضو ما النقاد بيتحدثوا سيمبا لو تحدثنا عنه تحديدا هو عنده مشكله يمكن في قلبي الدفاع، فدي اكيد برضو نقطه ممكن تكون لصالحنا بشكل كبير. طب. واكيد موسيماني يعني زي ما بنقول عامل الخطه لده اللي هي لسه طبعا يعني ما اتقالتش بالظبط ايه، وده طبيعي، بس اكيد ده ممكن نلعب عليه برضو. من وجهه نظرك مين من عندنا ممكن يكون صاحب الدخله دي فكرتنا في وجهه نظر الشخصيه؟ بالنسبه لي اسلوب دفاع سيمبا ان هو بيعمل اللاين زي ما قلت لك متقدم شويه عند خط 18، مهم جدا 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 انه يبدا بولتر بواليا. ليه؟ عشان يستغل موضوع القوه زي ما قلت لك. طب وولتر بواليا انا في وجهه نظر الشخصيه ما بيبقاش التارجت بتاعه حتى طبعا ربنا يوفقه ان شاء الله ويهز الشباك ويجيب اهداف، لكن التارجت الاساسي فعلا اللي هو يتحاسب عليه من المدير الفني انك تهدلي الاثنين ماسكين دول بدنيا، تتعبهم تقعد تدعم فيهم تحركهم وتنط معاهم وتخبط فيهم تقعد تهدهم تماما تماما عشان الشوط الثاني في الدقيقه 60. ده في وجهه نظري لو النتيجه فضلت 0-0 ومشى بالشكل ده يبقى محمد شريف ياخد نص ساعه سوق احول بقى الاسترايكر بتاعي من سترايكر قوي لاسترايكر سريع، ويبدا يستغل ان هم مش هيقدروا يفتحوا سبرنتات معاه في اخر نص ساعه زي ما كان ممكن يعملوا في بدايه المباراه. هنا بتقسمي المباراه لجزئين. كريم احنا بنشكرك جزيل الشكر وبنتمنى لك وبنتمنى لنفسنا متابعه مباراه قويه ان شاء الله تنتهي بانتصار النادي الاهلي عشان نبتدي يومنا بكره بصباح النصر. صباح النصر صح جدا باذن الله، كل التوفيق لفريقنا. ويعني انا بقول تاني كده توقعات سريعه كم انا قلت 2-0 2-1 يعني ان شاء الله 2-0 2-0 هنشوف بكره باذن الله. لكل حال احنا اي نتيجه هنكون سعداء بيها، لكن